السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، دايما معكم مستر أحمد علي من قناة نادي على اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله في الفيديو بتاعنا هنبدأ نتكلم عن حاجة من الحاجات المهمة جدا ومن أساسيات مادة المحاسبة المالية. وممكن تلاقي حد في سواء المستوى الأول أو الفرقة الأولى أو الفرقة الرابعة وهو لحد النهاردة ما يعرفش ما هو أساس المدين والدائن وما هو الفرق بينهم، وده بيكون عنده تأثير شديد في القيود إن هو مش فاهم القيود اللي بيعملها. طيب دلوقتي عشان نبدأ قبل ما نتكلم إن احنا نشرح المدين والدائن لازم نفهم طبيعة الحسابات، لازم نعرف الحسابات اللي احنا بنشتغل بيها في المحاسبة ديت طبيعتها ايه، اساسها ايه، اصلها ايه، ولو حصل حركة بالزيادة او النقص ده بتأثر عليها ازاي. طيب طبيعة الحسابات عندنا بتكون يا مدين يا دائن، تمام؟ طيب لازم نفرق ما بين طبيعة الحسابات والحركة على الحسابات. طبيعة الحسابات عندنا مدين ودائن، لكن الحركة على الحساب بتكون طرف مدين وطرف دائن، تمام؟ طيب عندنا طبيعة الحسابات المدين والدائن، لو جينا نبص على معادلة الميزانية الصغرى معادلة الميزانية الصغرى بتقول لك الأصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية. هتقول لي يعني إيه والله الأصول؟ الأصول هي كل ما تمتلكه الشركة، زي الأساس، زي السيارات، زي أرصدتها في البنوك، زي المباني، زي الأراضي وإلى ذلك. طيب الالتزامات ديت بتكون فلوس على الشركة تجاه الغير، يعني الشركة واخدة قرض من البنك فده بيكون التزام واجب السداد على الشركة. حقوق الملكية بتكون رأس المال الخاص بالملاك، تمام؟ يعني لما نقول الأصول بتساوي التزامات زائد حقوق الملكية. الأصول طبيعتها مدين، الأصول طبيعتها مدين، تمام؟ طيب الالتزامات وحقوق الملكية طبيعتها دائن، الأصول طبيعتها مدين. أساسيات بقى بنحطها عشان هنبدأ إن احنا نشتغل عليها. الأصول طبيعتها مدين، الالتزامات وحقوق الملكية طبيعتها دائن. طيب تعال ننتقل من معادلة الميزانية الأصغر إلى معادلة الميزانية الكبرى اللي هي بتقول لك ايه؟ بتقول لك الاصول زائد المصروفات بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكيه زائد الايه؟ الايرادات. طيب الاصول احنا عرفناها فوق، قلنا الاصول سيارات، مباني، اساس ولا ذلك. طيب المصروفات، مصروفات الفتره اللي هي بتبقى الايجار، رواتب، بتبقى فواتير الهاتف او الانترنت والى ذلك، وفواتير الكهرباء، فواتير الميه. لو احنا مثلا في السعودية ممكن نقول الإقامات بتاعت الموظفين، تأمين الطب بتاع الموظفين اللي شغالين وإلى ذلك، تمام؟ طيب ده لما نقول عن أصول المصروفات طبيعتها مدين، الأصل والمصروف طبيعتهم مدين. طيب تعال نشوف الالتزامات واتكلمنا عليها، حقوق الملكية واتكلمنا عليها قلنا زي رأس المال. طيب الإيرادات، الإيرادات ديت يعني أنت النهاردة بتأدي خدمة، وليكن مثلا مكتب استشارات محاسبية أو مكتب محاماة قدم خدمة للعميل، فالعميل دفع له فلوس، يبقى في الحالة ديت إيه؟ إيرادات، تمام؟ طيب يبقى الالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات طبيعتها إيه؟ دائن. التلاتة دول مع بعض طبيعتهم دائن، الطبيعة هي الأساس اللي إحنا نشتغل به، تمام؟ يبقى لما نقول الأصول والمصروفات طبيعتهم مدين، طب الالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات طبيعتهم إيه؟ دائن. لازم نفهم الطبيعة ونحفظها ونكون فاهمينها كويس. طيب
لازم نعرف ان الشخصيه الاعتباريه، في حاجه اسمها الشخصيه المعنويه والشخصيه الاعتباريه. الشخصيه المعنويه دي بتكون اللي هو انا وحضرتك واي حد موجود يندرج تحت جنس الانسان، تمام؟ طيب ده طبيعي. طب الاعتباري دي بتكون الكيانات الاقتصاديه، الشركات والمؤسسات. الشخصيه الاعتباريه بتكون شخصيه زي الشركه او المؤسسه، بتمتلك اصول وعليها التزامات وعليها حقوق ملكيه. طيب الاصول بتاعتها زي السيارات والبنك والاساس والمشتريات والى ذلك والمعدات والالات. طيب كل دي اصول ومصروفات، هيتم تمويلها منين؟ هيتم تمويل او الحصول على على السيارات والاساس منين؟ طيب هيضطر صاحب الشركه يحط فلوس. طالما صاحب الشركه حط فلوس يبقى ده اسمها حقوق ملكيه، يبقى ده راس الايه؟ المال. طيب طبيعته ايه؟ طبيعته دائن. طيب هتعرف منين طبيعته دائن؟ هتبدا تشوف لما اقول لك راس المال. راس المال ده ايه؟ حقوق ملكيه. طب حقوق الملكيه قلنا فوق طبيعتها ايه؟ طبيعتها دائن. طيب لما نيجي بقى ندي امثله توضيحيه للحسابات ونبدا نشوف طبيعتها ايه، لازم نفهم طبيعه الحساب. ده اول شيء، طبيعه الحساب لازم نفهمه اول شيء في انك تعرف المدين والدائن. مش هقول لك بقى اخذ واعطى ولا الكلام ده كله، تمام؟ لان لو مشيت بمبدا اخذ واعطى في النقود في قيود معاك هتضرب منك، مش هتعرف تعملها ازاي، لان مش هتلاقي فيها اصلا حركات ماليه تمت، زي قيود الاهلاك مثلا او اقفال او التسويات. هتعملها ازاي ديت؟ ما فيهاش ولا فيها اخذ ولا فيها اعطى، ما فيش فيها تاثير نقود في النص. طيب طبيعه الحسابات اللي احنا بنشتغل بيها زي ما قلنا مدين او دائن. قلنا الاصول والمصروفات مدين، قواعد ثابته، التزامات حقوق ملكية، والإيرادات طبيعتها دائن. تعال ندي مثال توضيحي. النقدية اللي هي الخزنة الصندوق، ده يعتبر أصل في الشركة ولا لأ؟ أصل، يبقى طبيعته إيه؟ مدين. حساب البنك بتاع الشركة، دي فلوس مين؟ فلوس الشركة. تمتلكها مين؟ تمتلكها الشركة، تمتلكها، يبقى ده إيه؟ مدين. طيب السيارات، سيارات مين؟ سيارات الشركة. تندرج تحت الإيه؟ تندرج تحت الأصول، يبقى طبيعتها مدين. الاساس كذلك. طيب لو جينا مثلا نبدا نشوف حاجه زي الايجار، الايجار ده يعتبر مصروف، طالما بقى مصروف يبقى مدين. طيب الاجور والرواتب اللي بيدفعوها دي مصروفات، يبقى طبيعتها ايه؟ مدين. معدات والات تمتلكها مين؟ تمتلكها الشركه، تبقى تحت ايه؟ تحت الاصول، الاصول طبيعتها ايه؟ مدين. فنوصل للحاجه النهائيه اللي تقول لك اي حاجه ملك الشركه او المؤسسه، تمام، تبقى اصول. اي حاجه الشركه او المؤسسه بتمتلكها تبقى اصول، واي مصروفات، تمام، اي مصروفات تندرج تحت المصروفات. اي المصروفات؟ ايجار، الايجور، الفواتير الكهرباء، فواتير المياه، فواتير الانترنت، البنزين، المحروقات والى ذلك، تغيير زيوت للسيارات والى ذلك. طيب يبقى الأصول بتاعت الشركة لا تملكها لنفسها، بل هي ملك الالتزامات. يعني على سبيل المثال عشان يحط فلوس في البنك هيجيبها منين؟ هيجيبها من رأس المال. يبقى الحساب الأصل المالك بتاعه التزام، حساب الأصل المالك بتاعه التزام. وليكن مثلا خد فلوس وراح اشترى بقى سيارات، بس خد فلوس من قرض، قروض، خد قروض، تمام. خلينا ماشيين في الطبيعه ونعرف ان اي اصل بيقابله التزام، اي اصل بيقابله ايه؟ التزام، تمام. طيب زي ما فهمنا كده طبيعه الحسابات، اي اصل طبيعته اصل، تمام، بتكون مدين. اي مصروف طبيعته مدين، تمام. طيب لو عندنا حساب زي راس المال
ده حساب حقوق ملكية، حساب المالك، حقوق الملاك. طيب يبقى ده طبيعته ايه؟ دائن. طب الايرادات، احنا خلاص قلنا الايرادات قولا قاطعا طبيعتها دائن. منافع الموظفين، يعني انت مثلا يكون عندك موظف ولما يمشي ان شاء الله مثلا او في اخر مدته بياخد مكافأة، فالمكافأة دي تعتبر التزام على الشركة يبقى دائن. طيب القروض، الشركة بتاخد قروض من البنوك يبقى طبيعتها دائن. الموردين، الناس بينزلوا لك بضاعة ولسه ما خدوش فلوس، طبيعتهم دائن، ده التزام على الشركة لازم هتسدده. الزكاة، التزام على الشركة تجاه الدولة، هيدي الزكاة والضريبة والجمارك. تمام، يدفع الزكاة على طول، التزام على الشركة تجاه الدولة لازم تسدده. يبقى أي ديون والتزامات وإيرادات على الشركة طبيعتها دائن، أي أصول وأي مصروفات طبيعتها مدين. تمام. طيب بعد ما نفهم الطبيعة وفهمناها كويس، وإن شاء الله يعني أعتقد بنسبة يعني 100% إنكم فهمتم طبيعة الحسابات. طيب اللي بيلخبط الناس ايه؟ اللي بيلخبط الناس مش طبيعة الحسابات، اللي بيلخبط اللي بيلخبط الناس حركة الحسابات. الحركة، الطرف المدين، الطرف الدائن، النهاردة في الطرف المدين، بكرة في الطرف الدائن، وهكذا. طيب تعال نشوف مع حضراتكم نظرية القيد المزدوج. نظرية الايه؟ القيد المزدوج. نظرية القيد المزدوج ده حضرات ان النظام المحاسبي كامل في العالم كله قائم عليه. نظرية القيد المزدوج يعتبر النظام المحاسبي في العالم كله قائم عليه. النظام ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك اي عملية مالية تمت لازم حضرتك تسجلها على شكل دائن ومدين. تمام؟ اي عملية محاسبية تمت لازم تتسجل في شكل قيد على دائن ومدين، ولازم تحدد أطراف العملية من الدائن ومين المدين. وطبعا لازم الطرف الدائن يساوي الطرف المدين، يعني لو الطرف الدائن مليون يبقى الطرف المدين ايه؟ مليون. تمام؟ طيب ليه؟ عشان في الآخر ميزان المراجعة عندك يكون صفر وتقدر تطلع حسابات منتظمة. طيب وبرضه بيكون حسب حركة وحالة الحساب في القيد، يعني ممكن حساب البنك اللي احنا قلنا طبيعته مدين في بعض القيود تلاقيه داين، هتقول ازاي؟ وفي قيود تانية هتلاقيه ايه؟ مدين. يعني مرة تلاقي القيد حساب البنك مدين، مرة تلاقيه داين. طب رأس المال، مرة ممكن تلاقيه مدين، مرة ممكن تلاقيه داين. طيب الإيرادات، المصروفات، كله سواء. تمام؟ طيب يبقى تخضع حركة الحسابات لنظرية القيد المزدوج. ايه نظرية القيد المزدوج ديت عشان ممكن تجيلك في اختيارات او صح او غلط او الى ذلك؟ نظرية القيد المزدوج دي نظام المحاسبة اللي بيقول لك اعمل اي عملية مالية سجلها لي على شكل دائن ومدين. تمام؟ طيب بيسجلها على حساب دائن ومدين حسب حركة وحالة الحساب. حسب حركة وحالة الحساب. بنأكد عليها تاني عشان دي اللي بتلخبط الناس. حسب حركته وحالته في الحساب ازاي؟ مدين، دائن، وهكذا. تمام؟ طيب زي ما قلنا ان ممكن تلاقي حساب مدين وممكن تلاقي ايه؟ دائن. طيب وفي الامثله اللي احنا هنعرضها لحضراتكم دلوقتي هي اللي هتوضح طبيعه الحساب والحالات اللي بتتم عليه من الزياده او النقص، وامتى يكون مدين وامتى يكون دائن. واللي احنا نقول دلوقتي ده من اهم الحاجات اللي انت هتسمعها في حلقة النهضر. تمام؟ طيب تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نقول حسابات الاصول والمصروفات طبيعتها والحركات اللي بتتم عليها. ده على سبيل المثال انت لما يقابلك اي حساب اصل تتعامل معاه نفس المعاملة اللي احنا بنضربها على هذا المثال. طيب عندي الحسابات وليكن الأمثلة اللي احنا ذكرناها، نقدية، بنك، سيارات، أساس، مشتريات، تجار، أجور، رواتب، معدات، وآلات. طيب النقدية ده حساب أصول، حساب الخزنة يعني، طبيعته ايه؟ مدين، لأنه ايه؟ أصل. لما يزيد
لما الحساب ده بيزيد يروح معايا في الطرف المدين، وهنشوف ده في القيود. لما الحساب النقدية بيزيد بيروح معايا في الطرف المدين، لما بينقص بيروح معايا في الطرف الدائن. طيب السيارات لما بتزيد بتروح في الطرف المدين، طب لما نيجي نبيعها بتنقص تروح في الطرف الدائن. طيب الإيجار لما نيجي ندفع الإيجار بيروح في الطرف الايه؟ المدين. طيب لما نيجي نرجع جزء من الإيجار بتروح في الطرف الايه؟ الدائن. البنك لما نحط فلوس في البنك طبيعتها مدين، بتزيد تبقى ايه؟ مدين. لما الحساب بيزيد بيزيد زي طبيعته، لما بينقص بينقص عكس طبيعته. الحساب لما بيزيد بيزيد زي طبيعته، لما بينقص بينقص عكس ايه؟ عكس طبيعته. طيب معدات وآلات، اشترينا النهارده معدات وآلات، يبقى المعدات والآلات في الطرف الايه؟ المدين، عشان طبيعتها ايه؟ مدين. طيب بعنا آلات ومعدات اللي عندنا، طيب يبقى يجي حساب معدات وآلات ده في الطرف الداين. طيب حساب البنك زاد، هو طبيعته ايه؟ مدين، راح في الطرف المدين. طب سحبنا منه 10,000 من حساب البنك، يجي في الطرف الدائن. تمام. طيب كل العمليات اللي هي الطبيعة والزيادة والنقص تطبق على كافة حسابات الأصول والمصروفات، تطبق على كل حسابات الأصول والمصروفات. طيب هتقول لي ازاي اعرف الأصول والمصروفات واحصرها؟ الأصل حاجة ملكك، المصروف حاجة بتصرفها خلال الفترة. يعني مثلا لو قلت لك دلوقتي فاتورة كهرباء، هل دي مصروف ولا أصل؟ لا مصروف، فاتورة كهرباء. تمام. طيب ليه الزيادة والنقص والطبيعة؟ الطبيعة بتكون نفس الايه؟ الزيادة. الطبيعة والزيادة وجهان لعملة واحدة. طب النقص، النقص هو اللي مختلف. اي اصل طبيعته مدين، بيزيد يبقى مدين، ينقص يبقى داين. بنثبت المعلومات عشان ما تتلخبطش اول ما ننقل الصفحة. اول ما تبص للحاجة كده وانت مغمض عينك، غمض عينك دلوقتي، والحساب البنكي بتاعك قدامك اهو، طبيعته ايه؟ طبيعته مدين. طب زاد يبقى مدين، طب ينقص يبقى داين، في الطرف الداين والطرف المدين. تمام. طيب تعالى ننقل بقى على ايه؟ على الالتزامات وحقوق الملكية والايه؟ والإيرادات. طيب لو جينا نقول رأس المال، رأس المال ده ايه؟ حقوق ملكية، طبيعته ايه؟ دائن، ده التزام اهوت. طيب لما يزيد بيبقى يبقى بيروح في الطرف الايه؟ الدائن، بيروح في طرف طبيعته. طب ينقص يروح في الطرف المدين. الامثله برضو اللي هتوضح. طيب الايرادات، قلنا الايرادات طبيعتها ايه؟ طبيعتها دائن. طب لما تزيد تروح في الطرف الدائن، طب لما تنقص تروح في الطرف المدين، وده برضو اللي هتشوفوه على ارض الواقع في التمارين قدام. طيب القروض طبيعتها ايه؟ دائن، ده التزام على الشركة. اي التزام على الشركة بيبقى اسمه دائن. اي ايراد بيكون دائن. اي اصل مدين، طبيعته مدين، لما يزيد بيبقى مدين، ينقص يبقى دائن. اي مصروف طبيعته مدين. تمام. اي مصروف طبيعته مدين، يزيد مدين، ينقص دائن. تمام. طيب الزكاة، ده التزام على الشركة. لما نقول الزكاة التزام على الشركة يبقى طبيعتها ايه؟ دائن. دائن تزيد تبقى زي طبيعتها، دائن برضو، تروح في الطرف الدائن. تنقص تروح في الطرف المدين. تمام. طبعا نطبق كل اللي احنا قلناه في الزيادة والنقص والطبيعة على كافة حسابات الالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات. هتقدر تحصر كل حسابات الالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات؟ لا، ممكن يجي لك حساب كده بعد 10 سنين
تتفاجئ بيه. لازم بس لازم قبل ما تحدده عشان تعرف طبيعته، تعرف الحساب ده بيصب في ايه، بيروح لمين. هتقول والله اه الشركة بتاعتنا اشترت مكوك فضاء. طب مكوك فضاء ده هنعتبره ايه؟ هنعتبره اصل، لان احنا مثلا شركة بحث وتطوير، يبقى تندرج تحت حسابات الاصول، يبقى طبيعتها مدين. زادت تبقى مدين، نقصت بعناها تبقى داين، تروح في الطرف الداين يعني. تمام. طيب التمرين ده بقى يا شباب هو اللي هيوضح لكم كل التفاصيل بتاعت المدين والداين على ارض الواقع. طيب بنقول لك في يوم واحد واحد بدأت المنشأة عملها برأس مال 10,000 دولار، حطيتها في حسابها في البنك، حطت رأس المال ده في حسابها في البنك. طيب دلوقتي عندنا من السطر الحلو اللي احنا شفناه ده هنمسك حسابين، حساب رأس المال وحساب البنك. تمام. طيب رأس المال ده بتاع مين؟ بتاع صاحب المنشأة، يعني تبع حقوق الملكية، يعني تبع رأس المال. حساب التاني اسمه حساب البنك، حساب أصول. يبقى حساب التزام أو حساب حقوق ملكية هوت ادى للأصل، ادى له كام؟ ادى له 10,000. يبقى كل واحد فيهم زاد، كل واحد في الاتنين زاد. البنك هيزيد ب10,000، ورأس المال اللي هو حساب وهمي هيزيد بكام؟ ب10,000، لأن ده تبع حقوق الملكية، ده حقوق المالك أو الشريك الخاص في الشركة. يبقى البنك هيزيد عندي ب10,000، ورأس المال هيزيد ب10,000. طيب البنك لما بيزيد بيروح في الطرف الايه، واحدة واحدة قبل ما نتسرع. البنك ده ايه طبيعته؟ أصل. تمام. طيب والأصل طبيعته ايه؟ مدين. يبقى لما يزيد يبقى مدين، يبقى هناخد البنك نوديه في الطرف الايه، المدين. طيب رأس المال طبيعته ايه؟ طبيعته داين. طيب رأس المال طبيعته داين عشان هو حقوق ملكية. طب لما بيزيد بيبقى دائن في الطرف الدائن. تعال نشوف ده دفتر يومية هوت، بيكون مكون من رقم القيد، التاريخ، مدين، خانة المدين، وخانة الدائن، والبيان. تمام. طيب تعال نشوف كده مع بعض واحدة واحدة. هناخد أول قيد اللي هو القيد رقم 1 في تاريخ كام؟ ويوم 1/1. يوم 1/1 ايه اللي حصل يا حضرات؟ حساب البنك زاد وحساب رأس المال زاد. هنقول من حساب البنك بكام؟ زاد بكام كمدين؟ زاد ب10,000. طيب مين اللي زاد قصاده؟ الى حساب مين؟ رأس المال. رأس المال زاد بكام يا حضرات؟ زاد برضو ب10,000. طيب هتقول لي رأس المال زاد ازاي؟ هقول لك ما هو اصلا ما كانش فيه رأس مال، صاحب الشركة جه حط في البنك 10,000، قال لك ده فلوس الشركة اللي احنا نبدأ بيها. طيب حساب البنك كحساب بنك زاد ب10,000. طب الراجل بقى اللي جاب 10,000 صاحب الشركة هنثبت له حقه ازاي؟ يبقى الراجل ده رصيده في الشركة من رأس المال زاد بمقدار 10,000. تمام. طيب نخش على الحالة التانية اللي هو التمرين اللي هو رقم 2. بيقول لك في 2/1 شراء أساس من شركة الأمل بقيمة 5,000 من الحساب البنكي. اشترينا أساس من شركة اسمها الأمل قيمته 5,000، دفعنا الفلوس من الحساب البنكي. يبقى أنا دلوقتي يا شباب عندي حسابين أتعامل بيهم. الحساب الأول وهو حساب اسمه الأساس، والحساب الثاني اسمه الحساب البنكي. طيب واحدة واحدة عشان نفهم ايه اللي حصل عندي. اشتريت اساس دفعت فيه 5,000 دولار. طيب الاساس زاد، يبقى اروح هنا على القيد واقول من حساب الايه، من حساب الاساس زاد بكام يا شباب؟ ب5,000. طيب تعالى بقى نشوف ايه اللي حصل مع البنك. البنك
وليكن كان فيه 10,000، البنك كان فيه 10,000، اشترينا منهم ب5,000، يبقى الحساب البنكي بتاعنا ايه؟ نقص. ولما الحساب البنكي بتاعنا ينقص نهدى كده على نفسنا ونبدأ نفكر واحدة واحدة. الحساب البنكي طبيعته ايه؟ طبيعته اصل. طب الاصل لما بيزيد بيكون مدين، طب لما بينقص بيكون دائن في الطرف الدائن. تعالى بقى نحط ده في الطرف الدائن الى حساب الايه؟ البنك بكام؟ ب5,000. يبقى بقى هنا في الحالة دي اقدر اقول لك بقى ايه، طبقنا نظرية اخذ واعطى. من اللي اخذ؟ حساب الاساس. من اللي اعطى؟ حساب البنك. من اللي اخذ؟ حساب الاساس. من اللي اعطى؟ حساب البنك. انا بحب اشتغل بنظرية اخذ واعطى ديت عشان بتلخبط ناس كتير، تمام؟ احب الناس تكون فاهمة مش ماشية بنظرية اخذ واعطى، الناس تبقى فاهمة الطبيعة بتاعت المدين والدائن زي ما احنا شرحناه فوق، تمام؟ طيب تعال نشوف رقم 3. المنشأة دفعت 2500 ايجار لمدة سنة بشيك مسحوب على البنك، تمام؟ طيب المنشأة دفعت 2500 ايجار لمدة سنة مدفوعة بشيك مسحوب على البنك. يبقى انا عندي دلوقتي حسابين، حساب اسمه حساب الايجار والحساب التاني اسمه الحساب البنكي، تمام؟ طيب تعالى نبدأ نشوف ايه اللي حصل. البنك دفع للايجار، يبقى الايجار ايه؟ مصروف. والمصروف لما بيزيد بيبقى زي طبيعته بيكون مدين. طيب تعالى نقول بقى كده اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم، من حساب الايجار قيمته كام؟ 2500. الى حساب مين يا سيد الفاضل؟ تعال نشوف. البنك عندي هيقل بكام؟ ب2500. ليه؟ لان احنا سحبناه بشيك، خدنا فلوس من البنك 2500 بشيك ورحنا دفعنا الايجار، تمام؟ يبقى 2500 البنك. في الحاله ديت البنك نقص، البنك قل، البنك نقص. في الحاله ديت البنك لو بصينا في الحالة الأولى، لأن البنك زاد كان ب10,000 راح في الطرف المدين. طب البنك في الأساس دفع 5,000 نقص ب5,000، طب لما دفع الإيجار نقص برضه بكام؟ ب2.5، تمام؟ طيب دي الحالة رقم 3. تعال ندخل على الحالة رقم 4. قبضت المنشأة مبلغ وقدره 15,000 دولار ديت على الحساب البنكي، تمام؟ طيب خدت كام؟ خدوا 15,000 دولار على الحساب البنكي. يبقى احنا في الحالة ديت معانا ايه؟ معانا حسابين، هو حساب البنك وحساب الايرادات، حساب البنك وحساب الايرادات. طيب هنقول بقى حساب البنك ايه اللي حصل فيه يا شباب؟ حساب البنك بتاعنا زاد ب15,000 والايرادات زادت ب15,000. ها الايرادات طبيعتها ايه؟ طبيعتها داين، يبقى لما بتزيد بتكون في الطرف الداين. طب البنك طبيعته مدين، لما بيزيد بيكون في الطرف المدين. تعال نطبق الكلام ده على القيد. هنقول من حساب البنك، البنك زاد بكام يا شباب؟ ب15,000، تمام؟ البنك زاد بكام يا شباب؟ ب15,000. طيب الى حساب مين؟ الى حساب مين؟ حساب الايرادات. الايرادات عندي زادت بكام؟ بمقدار 15,000، تمام؟ طيب ده كله حسب نظرية القيد المزدوج وحسب نظرية طبيعة الحسابات وحركة الحسابات. طيب في 5/1 المنشأة سحبت 7,000 حطتهم في خزينة الشركة، يعني صاحب الشركة ومحاسب الشركة راح سحب 7,000 من حساب البنك وحطهم في الخزنة، يبقى مين اللي زاد؟ الصندوق أو الخزنة بتاعت الشركة. طب مين اللي قل؟ حسابنا في البنك. تعال نعمل القيد ده، هنقول من حساب مين؟ الصندوق بين قوسين
الخزينة تمام، زادت بكام يا شباب؟ ب 7000. طب مين اللي قل؟ مين اللي نقص؟ إلى حساب مين؟ البنك تمام، هينقص بكام؟ ب 7000. طيب جينا ندفع رواتب وأجور بقيمة 500 دولار نقد. طيب الرواتب والأجور دي مصروفات، لما بتزيد بتروح في الطرف الايه؟ المدين. طيب دفعناه نقدا، يعني دفعناه من الصندوق او الخزينه، يبقى الخزينه نقصت، يبقى الخزينه تيجي في الطرف الدائن تمام. طيب تعال نشوف، هنقول من حساب الرواتب والاجور تمام بقيمه كام؟ بقيمه 500 دولار. الى حساب مين؟ من احنا خدنا ال 500 دولار دول منين؟ من الصندوق او الخزنه، يبقى الصندوق او الخزنه هو اللي نقص. طيب ولما الصندوق او الخزنه بينقص بحطه في الطرف الايه؟ في الطرف الدائن. دايما فوق بنقول الطرف المدين وبنحطه في عمود الطرف المدين، والدائن بنحطه في عمود الطرف الدائن ونقول 500. يبقى حساب الصندوق هيقل بكام؟ ب 500. ليه عرفت انه هيقل؟ لان انا سحبت منه 500 وهو طبيعته مدين، ولما بينقص بيكون دائن تمام. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم النهارده في الفيديو، هو ممكن يكون فيديو طويل شويه بس كان لازم ان احنا نوضح بمثال عملي عشان الناس تفهم ويكون كل امور تمام. ولو في اي استفسار تحت امركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.